قدمت لي غد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك كريم لكم ولجميع المسلمين. أتمنى أن تكونوا بألف خير، وأتمنى أن يرفع عنا الله هذا الوباء في هذا الشهر الكريم إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان كريم وكل عام أنتم بخير. السلام عليكم أصدقائي أساتذتي الأعزاء، رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. أهنئ الجميع بحلول شهر رمضان، وأطلب من الله أن يحفظنا من كل شر، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، إنه سميع الدعاء. رمضان كريم. السلام عليكم يا أستاذاتي وأصدقائي، أهنئكم جميعا بقدوم شهر رمضان الكريم، وأتمنى أن يحل عليكم هذا الشهر بالصحة والعافية، وأن يتقبل الله صيامكم وكل عام وأنتم بخير. أستودعكم الله إلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق ليالينا، ومبارك الشهر الكريم عليك وعلينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. تقبل الله منا ومنكم الصيام وسائر الأعمال، وشكرا. سلام معلمتي، السلام أصدقائي. بمناسبة قدوم رمضان أبعث لكم بخالص التهاني القلبية، مقرونة بالدعاء لرب السماء أن يبلغكم رمضان ويبارك لكم فيه، وأن يوفقكم لصيامه وقيامه. رمضان سعيد وكل عام وأنتم بخير، مع السلامة. كل عام وأنتم بألف خير. أتمنى من الله أن يدخل علينا هذا الشهر بالصحة والعافية والجميع أمة المسلمين، ويرفع علينا هذا الوباء يا رب.